Et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire tous les problèmes sous-jacents en termes de gouvernement. Qui doit-on? عاد ملف السيارات من جديد. رئيس الجمهورية أعطى تعليمات أمس باش يمدوا رخص لمستوردي السيارات، السيارات أقل من 3 سنوات. أنتم كشركة في مجال التأمين كيف تشوفوا هذا الأمر؟ كيفاش؟ لا احنا نشوفوا الأمر بتفاؤل كبير، بما أنه نظن إعادة سوق السيارات راح يعطي ديناميكية جديدة لسوق التأمين. راح يكون هناك رقم أعمال إضافي، لكن المشكلة تبقى في قطاع التأمينات، وأنه غياب الإصلاحات، غياب الرقابة اللي يخلي كل هذه الفوائد تذوب في سياسة الإغراق والهروب إلى الأمام. يعني ما راح أنا حتى ولو كان يعني فعليا إعادة فتح سوق التأمينات راح يجيب رقم أعمال جديد، لكن عمليا الإغراق والمنافسة الغير الشريفة راح تضيع علينا فرصة جديدة لتحسين أرقام شركاتنا. بالعامية ما فهمناش كيفاش؟ لا يعني إذا اليوم أنت راح تفتح سوق التأمينات راح يكون سيارة جديدة، لكن إذا بقيت يعني حرب الأسعار بين شركات التأمين وما كاش رقابة على هذا طالبوا باش تكون رقابة؟ نعم، رقابة صارمة في هذا المجال من طرف وزارة المالية باش احترام الأسعار واحترام المنافسة. من طرف خواص ولا شركات عموما؟ كل فاعلين. كل فاعلين، ما ندخلوش في التفاصيل لأنه كل شيء معروف. شكرا لك.